هذي على عقلنا بنعدمه شقينا وحلاه أبسكرا إن صايمه ورادات أشبالي نافض بدن أو ما تلو أي قرفتان وحلاه أبسكرا إن هذي بدحنا دعوه ودعوان سيد عراوان وبدأ على أدونك إيش بسعود كأدونك يستعوه هذي بدحنا دعوه وحا أين ماهري دوتك أبو مدل وحيانا أبو بغني كسو داري دونتو وايو وح كستو أين أولو يا وح كستو أين نولشينا وأذيك سنو دي بدأ يوم كرسو ديقنا وحي نؤمنه إن أين وحيان بيرانو ورشو أين وحيان هل كان هذا مهدد كفير سومالي دولت إيا الشعب با يا غربتشوب يا غربتشوب وحا إنه مصنف فور له هول عروس أو أه إنه هو يبتنه سيد الله مار الله وحا نقول له إياه إن مار قرية مالا دولكو أي مار قرية وحصو ساركا سيبا امتار ضروري أه أو لغي يالو وادوه إلي أدوه وقشو سو إبسيوه وحي رحبون إن حوربا قتبينه لو قرمدو إيه ما عيد دلالان سأينا حوالها أوحان مارينو وحتركو اللي يحسو سعر كودنا سيئة أولي هاي سكة بضان أيرو رسو سار دولة دهان وحانو كوك وحانو فرون دولة ماحدي الله إلهو لو طلالو وانكود إيه قرينينو وحسو سارك إسكو حلكا أقوليهانكا إيه ما القبانو وحكوه كدو دالينا ونحن نريدون أن يقرن تشامع عدينا يا أقوياكم إن أكاره هل أبوه يا فكر يا دراسه وحلقنا قبل عيو هولها إن وصل فولي وحن كده دارنا إلى مصر يصلى كيد قرن أو راشن أنت تمرتي متاعي دقاله إن ما كان مكهد الله هذا هالكم رأيو يسأل الله هاي يو يأبوك الباتاس كتلتو مرة يعني مروين لمن سنة أو صوب عفي قرن هو حوم صوب وحصوف وصارتي حصول على قاره يو حصوصا تاسر خاص من عالم كأوضن تاسي أصابتي أصابي أول كبير هذا كوفيس قال يطول لما تلاس لقاره عالم كان عضي إلا غير إن الصامسة إلا أحد إن كستقو أين لقد نعدون كهدنا وحي سومالان qaybahan kaga badbaaday siyaasadda xukuumadu u dhigtay sida loo maareeyo dhibaatooyinka jira ee reerka COVID-19 waxaan u qaaday talaabooyin soo socda casriyeynta iyo horumarinta hanaanka iyo kaabayaasha dakhliga ururinta dakhliga ururinta kor u qaadida dakhliga cashuuraha bariga iyo hoos u dhigida ku tiirsanaanta dakhliga cashuuraha kastamada كرسوني دادويها عشور بحنتا كل انتا بقالها قولها توسنتا مامولكا خرش بحنتا يدى فرانتا استعمالكا من سارية قرنك وهي حكومة دوغان قليسي هاب راعيو عالمي وحوتينا هي لدقالكا مصوقة يلا حسابتنكا حتوليا هانتوا قرنك كواس ولغو حيايو نظامكا حساباتكا هذا الدولة يمام الكمالية وحن من سعيدة قرنك سنة كيتري لغم مارجري سيديت ريال سياشة مشهور مشاريع لاس أو كوكا عي قيمة العقيد أو بان بقول صدحي مثلا ببعث الضبع بليم وشيرنك سوماليا وحارك كبليه مشاريع سنة كي خوري لغوكو يلاباتم وقال كيبا صدح لبيع كوبيتون وحدا ما انتظر لما ري قدي قندراسي هذا قرنكا وحان لقفري ترتن دهفرا وحان لقو درسيا ميساني ده سنتك لو كوري لبيع لباتا كإلا لما الجريو بقول لبيع لبات مشروع وهرو مرينيب وقيبوه مقاريو لبا بقول صدحي سياشا أو بقول كيف سكالت دولة القرب لكردية مشاريع الهرموزكا إذا في أي دولة كيف جميسو
dhaqaalaha dibadda aynu ka helnay sanadkii tegey ee lagu fuliyay mashaariicda horumarineed ee ayna siiyeen isu wadageyo caalamka hay-ad united nations banka marka la isu wadageeyo wuxuu dhammaa 1.4 billion oo shilin soomaaliga oo u dhiganta 320 million oo dollar. Kii hore aynu waan furinay wuxuu ahaa 1.6 billion. Ka caalamka ugu taageeran waa 1.4 billion, 1 billion isdhexi. Waxaa la kordhiyay shaqaalaha dowladda sanadkii tegey 300%. Guud ahaan 4 sano ee hore sanadkan ka horreeyey ee xukuumadda talada haysay waxaa la kordhiyay shaqaalaha dowladda waxaa lagu daray oo lagu kordhiyay 7,907 qof oo u dhiganta 39% kororka shaqaalaha dowladda. Walaalayaal, qiimaha shilinka Somaliland waxaa lagu ilaaliyay inuu ku nagaado 8,400 intii xukuumadda reer maamulka ay u day. Sicir bararku sanadkan joogo wuxuu marayaa 3.5 ayuu hoos ugu dhacay sanadkan, waana halkii ugu hooseysay ee uu gaaray, iyada oo ay duruufaha ugeydeen dhammaan Soomaaliya, haddii ay abaar tahay iyo hadday tahay adduunku kala xidhmay oo colaadaha adduunkana saameeyeen, haddana nasiib wanaag iyo hawlaha ay ka galeen hay-adaha maamulka, lacagta banka leh, wasaaradda leh, xisaabiyaha guud leh, dhammaantood hawsha ay ka galeen, iyo xukuumadda oo raacday awaamirta iyo nidaam habka xisaabaadka ay wasaaraddu dhigtay, sicir bararkeedu waa halkii uu isu gaaray sanadkan. Waxay xukuumaddu hirgelisay tallaabooyinka qorshaysan oo suurtagelisay in heerka sarifka lacagtu uu sugnaado muddo 4 sanadood, taasina waxay dardar gelisay oo kalsooni gelisay dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo maalgashiga maalqabeenkeena iyo kuwaasina wadadalka gelinaya. Banka dhexe jamhuuriyadda Somaliland markii ugu horreysay wuxuu maalgeliyey hay-adaha dowladda 13 million oo dollar uu amaah u siiyey ashkhaas shaqaalaha dowladda ah iyo hay-adaha dowladda oo amarkii ugu horreysay in bankan oo hay-ad lacageed ha leeyahay hay-adaha dowladda. Kaabayaasha dhaqaalaha markaan u soo noqonno, waxaa gabagaba ah jidka dheer, waxaa gabagaba ah dhismaha dekedda kalluumaysiga ee MIT oo ay ku baxday 5 milyan oo dollar, waxaana ay naga caawiyey taasi miisaaniyadda kuma jirto, waxay naga caawiyey sanduuqa SDF. Waxaa 100% dhammaaday wejkii koowaad ee dhismaha dekedda Berbera oo ahaa 400 mitir iyo 4 tii hore oo 400 dambe ay dhammaysay kal hore DBWell. Waxaa bilaabmay oo socda 600 mitir oo dekedda ah oo gabagabadii haddii la yidhaahdo sanadka soo socda dhexdiisa san fereen dhismaha iyo casriyeynta dekedda Berbera marka uu dhammaado, dekedda Berbera waxay noqon doontaa mid ka mid ah dekedaha ugu dheerarka badan qaaradda Afrika. Markay dhammaato dekedda, dhererkeedu wuxuu noqonayaa 1,650 mitir. Dhererka biyaha hoos ay u gelaysa wuxuu noqonayaa 7 mitir. Hal dekedo qura ayaa Afrika dhererka kaga horreysa dekedda Berbera haddii Alla ilaahdo sanadka bacdi. Waxaa la filayaa markay dhammaato dekeddaasi in sanadkii ugu yaraan ay ku bilowdo 2 milyan container inay sanadkii soo maraan. Maanta dekeddu waxaa soo mara sanadkii 500,000 container ama nus milyan container. Wishashka waaweyn ee caalamiga ah ee dekedda Berbera waxaa hadda ku xiran
صدح ويش وين مركا إذا ما تصدق كده وحكوا دوانا طبعا ويش كواي بحكوا حرب يتدرون وكرنيو وأنا قد رتا تيدير وطن يكدو ويش كا وين وبدنا دون تهدي الله يرحم وحنا ما يسترمي اسمه يسي أو لو بتشي هاد كيسي لو بدر لها شرعيا أي كم غيهن ولا ليش يسي إمارات كعربتو قالوا كبربرة وأنا سوق إنه إنه دوام ما بلعبه هو في العالم يا هاي ركاب يكال جولة يا جنود وحمامات كله وضل بربو بروع إرجابه ترون كلام سمع وحرسن وضل أنت يا أبو شر هاي دي هو ضاف سنوات وحكوب هاي أفر يوم كنتر مليم أفر بقول أفر يستيتم كل أو دولار أفر سنة وضل ودي inti dowladdu goorisay ay soo wadaan way dheertaa ismaha wadada ee argaabo waxay wax weyn ka tarid doontaa hadii alle ilaahay ka bedeli doontaa dhaqan dhaqaalaha isku xira isu socodka bulshada iyo ganacsiga ee dalkeena tusaale ahaan magaalada burco ilaa argaabo waxa loo socon jiray 9-10 saacadood hadda waxa loo socon 6 saacadood نورنا برعو إلى عرقابة وحاها لحظة إلا استيطان دولار ما ترى ولا وطن دولار وحبا مالي وطني كوباد ودانا بربرا كوريور وآهر بيس إلى بربرا وادا مالي وحا لبتنا وحا كنتنا أفر بريش ودادك إيا عالمينكو إسكينا قوشان بربرا إيو دوك إنتي سكالي وحدا يام برامايا اسمها آقا قرأسيقا اي عشورتا كا آقا فريزو وحانا قرشين وحانا قرشين ما إن لقستو لو داريا أفر إيو كنتون هكتر والله يقامو ويقايمين دورو لبي وجه وجه بكوراد وحانا قرشي دورا لو داريا صدريا أفر هكتر ويسوكوش لا ودادا اسكو حدا آقا قرأسيقا كا عشورتا كا آقا إيو dalka intii sakale dhismaha xafiisada maamulka dhismaha hangarada waaweyn ee loo diyaarinayo shirkadaha iyo marinka baarista containerada waxaa la filayaa in uu hoy u noqdo shirkado badan oo maxalli ah iyo kuwo caalami ah isla markaana ay uu shaqo u samayn doono in ka badan kun qof waxaa la bilaabay oo socda dhismaha arga kaawada wadooyinka ood weyne burco iyo laascaanood kala bayd waxay ku dhammaan doonaan muddo kooban insha allah waxaa hadda dhammaaday sahaminta wadada isku xidha magaca burma wadadaas oo uu inaga caawinayo baanka horumarinta afrika waxaana la bilaabi doonaa sida ugu dhaqsaha badan haddii alla ilaahdo waxaa dhowaan la bilaabi doonaa dib u dhiska wadada isku xidha burco iyo laarays oo ka kooban 28 kilomitir waxaa sidoo kale dhismaha wadada la socda dayactirka 4 biriish oo ku yaalla inta u dhaxaysa buco iyo laarays waxaa la bilaabi doonaa sahaminta wadada isku xidha degmada may iyo magaalada eergaab sidoo waxbarashada waxaa sanadka tagay wadisay fadlan ku tan dugsi oo cusub waxa la dayactiray 420 dugsi oo hore waxa dad waxbarasho dalka dibadiisa ah loo diray 470 arday waxa waajib laga dhigay oo sharci laga dhigay in 400 ardayda jaamacadaha dawladda ay bilaash noqdaan oo dan yarto ay ku dhigan karto si ay fursad u helaan dadka aan waajibkooda kori karin inay carruurta xarid ka bixiyaan jaamacadaha rafidka ah jaamacadaha gaarka loo leeyahay iyagana waxaa waajib laga dhigay 412 ardayda inay ka dhigaan bilaash oo ay u xidhnaadaan dayarta waxaa mar kala duwan laga tallaalay 600 caruur ah tallaalka kharashkiisa waxaa bixinayay WHO
waxa xanuunka caafimaadka iyo daawada adeegyada caafimaadka laga fidiyey cisbitaalada qaranka ee dowladdu leedahay 1,500,000 qof oo ka badan sanadkii hore 1,200,000 ayay kordheen dadka ka helay adeeg caafimaad cisbitaalada dowladda. Waxaa la qaaday 7 qol oo leh wacyigelin ah iyo tallaal bixinta xanuunka caabuqa COVID-19.